برجع للتاريخ شويه، لما بنافس او ببقى بتعامل مع منافس قوي لازم الواحد يرجع لتاريخه اكتر. مباراه النهارده مع الاهلي وسان داونز، انت بتتكلم ان يعني اعتقد يا كريم لو انا مش غلطانه اول مواجهه كانت بينهم كانت تقريبا في نهائي دوري ابطال افريقيا، كانت نسخه 2001، واتكلمنا وقتها او وقتها لو احنا فاكرين يعني كانت مباراه نهائيه وفاز الاهلي بثلاثيه كان وقتها اطلق عليها تاريخيه، سجلها خالد بيبو زي ما حضراتكم شايفين طبعا في استاد القاهره، وكان في يعني منظر جماهيري وحضور جماهيري اكثر من رائع، الماتش ده ما يتنسيش. ووقتها كمان في مباراه الذهاب اتعادلنا بهدف لكل فريق، كان برضو في بريتوريا، وبعد كده كان الوضع بقى كمان انت كنت في نهار رمضان يعني يعني سيبك بقى من الساعه 3، الموضوع اكبر من كده بكتير. لكن الاهلي كمان كان وقتها اللي احرز الهدف كان كابتن سيد عبد الحفيظ مع جيل وقتها يطلق عليه جيل عظيم، جيل حقيقي استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقتها طبعا مانويل خوسيه واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي عدوا على النادي الأهلي، ولحد دلوقتي لما بتيجي تتكلم مع أهلاوي بجد وأهلاوي فاهم قوي يقول لك مانويل خوسيه ده في حتة تانية لوحده، بغض النظر عن أي يعني كواليس كانت بتحصل، فكرة أنه كان شوية جديد مع اللعيبة أو غيره، بس الشدة اللي كانت مع اللعيبة على المستوى برضو الشخصي يا كريم هي اللي كان لها نتائج كبيرة إيجابية على الملعب، وده المهم. قصة المدير الفني اللي بيقدر يحتوي أو بيقدر يسيطر على أوضة اللبس ودي الاساس، هو ده اللي بيبقى فعلا مدير فني له تاثير كبير. الفريقين لعبوا مع بعض بلغه الارقام في 14 مره، حقق سان داونز المكسب فيها في 4 مباريات، والاهلي حقق المكسب في 5 مرات، وبعد كده كان في تعادل بينهم في 5 مواجهات يعني اخريات، فتقدر تقول في تعادل، خلينا نقول في تعادل في الكفتين، لكن ما زال برضو الاهلي النادي الاهلي، يعني بغض النظر انت بتواجه مين انت برضو النادي الاهلي. انا اتوقع ان شاء الله يكون في فوز، لكن اتوقع ان هي مش هتكون مباراه سهله ده طبعا، عشان ده طبعا الواحد يكون بيتكلم يعني بمصداقيه من كل أكيد. النواحي مش هتبقى ماتش، مش هيبقى ماتش سهل باي حال من الاحوال، واللي نهود حكيته لحضراتكم ده جزء من تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع سان داونز، يعني حبينا ندردش فيه مع حضراتكم. طبعا يعني واضح ان في فرق اكيد، وكده كده لو حطينا الاسمين في كف من الميزان بطبيعه الحال كفه النادي الاهلي هي الارجح، لكن لان طبعا عدد البطولات اللي شارك فيها واللي فاز بيها النادي الاهلي لا يتقارن بسان داونز، لكن الحقيقه برضو دايما بتكون المواجهات الفرديه او في كتير من الاحيان لا تعترف بالتاريخ، بيبقى عندنا ماتش وبيبقى عندنا ملحمه في الماتش ده بغض النظر عن اي تاريخ بغض النظر عن اي فروقات بين الفرقتين. والحقيقه سان داونز في الفتره الاخيره، كلمه الفتره الاخيره دي اقصد بيها اخر كام سنه، هي عامل شغل هايل ودايما ضيف يعني دائم في المراحل النهائيه من اي بطوله هو بيشارك فيها، عشان كده مطلوب جدا مننا النهارده ان احنا نطلع بكل الدروس اللي المفروض نكون طلعنا بيها واستفدنا منها من مباراه سيمبا اللي لعبناها في الدور ربع النهائي، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نخرج بشباكنا نظيفه في ماتش الذهاب، لانه لسه في مباراه العوده في القاهره. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وجهازه الفني بقياده مستر كولر ونجومه، وبنتمنى لهم ان شاء الله عوده ايجابيه سالمه غانمه ومحققين الهدف المرجو من هذه المباراه ان شاء الله. بص بقى زي ما احنا متعودين دايما قبل اي مباراه مهمه واي قبل اي مباراه دايما بحب نسمع المنافس بيقول عننا ايه، اكيد وبرده بحب ان انا اسمع انا وكل الاهلاويه وكريم ونعرض لحضراتكم ده كولر برده تحديدا بيتكلم ازاي. في مؤتمر صحفي كان بالامس واتكلم فيه كولر واتكلم فيه الشناوي على نقاط، كان ليهم تصريحات مهمه جدا، وفكره كمان ان انت تلاقي المدير الفني بتاعك بيقول ان هو سعيد جدا بالتواجد في جنوب افريقيا ودي المره الثانيه اللي هو بيكون موجود فيها، وهو فاهم ودارس كويس قوي الوضع هناك شكله عامل ازاي ودارس بشكل كبير جدا سان داونز، ده بيطمننا الى حد ما برضو كجماهير. وطبعا في رسائل تانية كتيره جدا هنعرضها لحضراتكم، بس القصه كلها برضو لما تيجي تبص على المنافس، انا بحب انا وانت دايما نستعرض ده وبحب اشوف برضو المنافس قال ايه. عايز اقول لحضراتكم برضو مدرب سان داونز كان ليه تصريحات مهمه عبر قد ايه من خلالها، انا هختصرها يعني عبر قد ايه من خلالها ان هو متحمس جدا اولا للقاء الاهلي، بيتكلم ان الناس كلها بتبقى منتظره هذا اللقاء اللي فيه تنافسية وندية بشكل كبير، لكن هو اتكلم ان هو واثق جدا من الفوز، وده برضو مشروع يعني هقول لك على حاجة. لما جينا اتكلمنا عن تصريحات الجانب لوقت سيمبا التنزاني طبعا مباراة الاهلي وسيمبا، وكان في تصريح شوية وقتها احنا خدناه ان هو في مبالغة، لما تيجي تتكلم بلغة الارقام في فوارق كبيرة جدا، انا النادي الاهلي مع احترامي الشديد لاي منافس لما يجي يتكلم ويقول انا واثق من الفوز على النادي الاهلي، طب على الاقل خلي يعني الكلام منطقي في حتة ان انت تبقى قريب ليا في الارقام، ما ممكن اي حد يجي يقارن نفسه بيك، بس هل المقارنة دي منطقية؟
يعني فاهم قصدي؟ مشروع قارن نفسك عادي على فكره، بس خلي فيه منطقيه. طبعا انا وقتها قلت لحضراتكم التصريح ما عجبنيش، لان فكره ان انا اطلع اقول احنا الفوز هو حليفنا واحنا ضامنين المباراه، حتى لو ليها انعكاسات من وجهه نظره وقتها على اللعيبه ايجابيه، اوكي ده حقه، لكن مش منطقيه في مجملها. على الصعيد التاني ما تيجي تسمع تصريح من بقى جانب هنا وسان داونز، لا تلاقي ان في منطقيه شويه لما يجي يقول لك احنا واثقين من الفوز، حقك، بس اعتقد برضو احنا حقنا ان احنا نبقى واثقين ايضا من لعبتنا من الجهاز الفني.